المتطابقات التربيعية. تعلمنا سابقا أنه يوجد لدينا ثلاث متطابقات تربيعية، وهي يوجد ثلاث متطابقات تربيعي، وهي أول شيء مربع مجموع عددين. مربع مجموع عددين إذا أنا في عندي عددين حقيقيين، طبعا المتطابقات التربيعية وين؟ في R. إذا أنا عندي عددين حقيقيين A و B جمعتهم وربعتهم، مربع مجموع عددين. كيف بدي فك هاي المتطابقة؟ مربع الأول، مربع الأول A مربع زائد 2 ضرب الأول ضرب الثاني 2AB زائد مربع الثاني. مربع مجموع عددين راح استخدمهم كثير في المنهج. 2 مربع فرق عددين، مربع فرق عددين الفرق يعني طرح A ناقص B للتربيع. مربع فرق عددين نفس الشيء، مربع الأول ناقص 2 بالأول بالثاني زائد مربع الثاني. مين الأول؟ A، هذا الأول. ومين الثاني؟ B، والإشارة بيناتهم إشارة طرح. ذلك A ناقص B للتربيع هي A مربع ناقص 2AB زائد B مربع، بينما A زائد B للتربيع هي A مربع زائد 2AB زائد B مربع. ثلاثة، المتطابقة الثالثة، جداء مجموع عددين بفرقهم اللي هي A ناقص B بA زائد B. جداء مجموع عددين بفرقهما، عبرت عن هاي المتطابقة بالشكل A ناقص B بA زائد B، المجموع للعددين A زائد B ضرب الفرق A ناقص B. هاي بدي احفظها كمان، قانون تساوي مربع الأول ناقص مربع الثاني. يا طلاب، لدي ثلاث متطابقات تربيعي كما ترون جميعا، مربع مجموع عددين A زائد B للتربيع تساوي A مربع زائد 2AB زائد B مربع، مربع فرق عددين A ناقص B للتربيع تساوي A مربع ناقص 2AB زائد B مربع. ثلاثة، جداء مجموع عددين بفرقهما A ناقص B بA زائد B تساوي A مربع ناقص B مربع. المتطابقات التربيعية مشان شو؟ المتطابقات التربيعية طلابنا مشان عمليات النشر والتحليل، مشان عمليات النشر والتحليل. النشر هي عبارة عن عملية فك القوس، تحويل العبارة من المجموع إلى الجداء، أقصد من الجداء إلى المجموع، والتحليل عكس النشر. لذلك أنا راح أوظف المتطابقات التربيعية في فك الأقواس وفي فك العبارات الجبري. على سبيل المثال، مثلا فك المتطابقات التربيعية التالية، يعني عبارة أنا عندي عبارات جبرية بدي استخدم المتطابقات التربيعية في الفك. أنا عندي X ناقص 3 للتربيع، هاي العبارة الجبرية بحد ذاتها متطابقة، هاي متطابقة، هاي أين المتطابقة الثانية؟ مربع فرق عددين، مربع فرق عددين، العدد الأول X والثاني 3، ماذا تساوي؟ مربع الأول X مربع ناقص 2 ضرب X ضرب 3، 2 بX 2 X بـ3 6 X زائد مربع الثاني 9. انظر، إذا مربع الأول ناقص 2 بX بـ3 زائد 3 مربع، X مربع ناقص 6 X زائد 9. منين اجت 6 X؟ ضربت 2 X بـ3 هي 6 X. أيضا 2 X زائد 1 كمان هاي متطابقة بدي فكها. كيف بدي فكها؟ هاي مربع مجموع عددين، مربع مجموع عددين، مربع الأول زائد 2 بالأول بالثاني زائد مربع الثاني. الأول طلابنا هو 2X، الثاني 1، الأول 2X والثاني 1، بيصير عندي مربع الأول 2X للتربيع زائد 2 ب2X ب1، 2 بالأول بالثاني زائد مربع الثاني 1 للتربيع. 2X للتربيع هو 4X مربع، نعم، زائد 2 ب2X ب1 زائد 4X زائد 1 للتربيع 1. أيضا لدي X ناقص 2 بX زائد 2، جداء المجموع بالفرق، هاي المتطابقة الثالثة، جداء المجموع بالفرق ماذا تساوي؟ مربع الأول ناقص مربع الثاني، X مربع
ناقص 2 مربع. x للتربيع ناقص 2 للتربيع، ال x للتربيع هي x مربع، 2 للتربيع هي 4. أيضا لدي 3x ناقص 4 ب3x زائد 4، 3x ناقص 4 ب3x زائد 4، 3x a وهي ال b وهي a وهي b، جداء المجموع بالفرق، المجموع بالفرق تساوي مربع الأول ناقص مربع الثاني، 3x للتربيع ناقص 4 للتربيع، 3x للتربيع 9x مربع و4 للتربيع 16. هكذا طلاب أقوم باستخدام المتطابقات التربيعية وأفك العبارات الجبرية باستخدام المتطابقات. تقييم لكلامنا، انظر لو أنا سألتك سؤال اذكر المتطابقات التربيعية الثلاث، أريد الجواب منكم طلاب. نعم محمد جمال، أريدك يا محمد أن تذكر المتطابقات التربيعية الثلاث، أنا أسمعك يا محمد. نعم يا محمد. مربع مجموع عددين فرق. نعم مربع عددين جداء مجموع عددين بفرقهما. في التربيع هذا مربع المجموع ومربع فرق عددين. نعم يا محمد. ومين الأخيرة؟ جداء مجموع عددين بفرقهما. أحسنت أحسنت يا محمد. A ناقص B ب A زائد B، مربع مجموع عددين يا محمد كيف منفكه؟ A مربع زائد 2AB زائد B مربع. طيب A ناقص B للتربيع، نعم يا محمد، شو بتصير؟ A مربع نعم ناقص 2AB زائد B مربع. أحسن ممتاز، إذا A مربع ناقص 2AB زائد B مربع. أخيرا يا محمد، A ناقص B ب A زائد B ماذا تساوي؟ A ناقص B مربع. A مربع ناقص B مربع. أحسنت يا محمد. إذا طلاب مثل ما ذكرنا زميلنا محمد، انظر المتطابقات التربيعية الثلاث، A زائد B للتربيع مفكوكها على اليمين، و A ناقص B للتربيع و A ناقص B ب A زائد B. هكذا الطلاب أستخدم المتطابقات التربيعية الثلاث وبتعامل معهم.